اقول لك على حاجه انا كمان. قولي. لو رجع بيا الزمن كنتش عملت في حسن كل اللي عملته فيه ده. كنت حبيته وخدته في حضني وخليته يحس بالحب ده ويشوفه بعيني. انت بتحب حسن فعلا؟ بحبه ومن اول يوم على فكره، بس كنت بعاند نفسي. العند والغل اللي كان في دماغي من امك ومن مرات عمك خلاني اكتم ده في قلبي. كل ما كنت احس اني هحن لحسن اقفل قلبي واقول لا يا رتال، لو قلبك حنله هيبيع ويشتري فيكي زي ما هو عايز. بس انا دلوقتي بصلح ده، انا عايزه حسن وعايزاه يجي لي لحد عندي، بس بالحب يا شهد مش بالكره. شهد يا شهد، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني. زينب عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشتيني. انت كمان وحشاني. كويس ان انت هنا، كنت هبعتلك. خير؟ خير ان شاء الله. طمنيني عليك يا شهد، عامله ايه واخبارك ايه؟ عارفه لما كنتيش جيتي كنت هنزل لك مصر. ايه يا شهد؟ ليه بس كده يا حبيبتي؟ مالك؟ مخنوقه قوي يا زينب، حاسه ان الدنيا كلها جايه عليا. يا حبيبتي مين اللي قال كده؟ الدنيا عمرها ما بتقفل في وش حد، وطول عمرها فاتحه حضانه للناس. المهم احنا شايفينها ازاي؟ طول عمرك كلامك حلو يا زينب. وانت طول عمرك كلامي مش بيعجبك وبتقعدي تتريقي عليه، بس برضو انت احلى واحده في عيله عبد الله. فاكرين يا بنات لما بابا كان بيجي وبيجيب لنا معاه شوكولاتات كتير؟ فاكرين طبعا. انا كان بيجيب لي اكتر واحده فيكم، كان يقول لي ما توريهاش لاخواتك عشان ما يجروش منك. وانا كنت بصدقه. ولما قعدنا مع بعض اكتشفت انه بيقول كده لكل واحده فينا. كان عايزنا نحب بعض، كان عايزنا نبقى احسن بنات في الدنيا. تفتكروا لو كان عايش دلوقتي كان هيبقى راضي عن اللي بيحصل؟ كان هيبقى راضي عن كل اللي بتعمله كل واحده فينا؟ الله يرحمه. الله يرحمه. وعمتك عايزاكي في ايه بقى؟ ما عرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يعني هي كلمتك قالت لك تعالي رحت انت رايحه كده وخلاص؟ قسما بالله ما اعرف. قالت لي تعالي، قلت لها جايه عايزه دلوك. عاوز ايه يعني؟ قلت نخرج شويه مع بعض. نخرج؟ واحنا من امتى بنخرج مع بعض يا فتحي؟ اهو نخرج نروح نقعد في اي حته، نشرب اي حاجه، اتنين ليمون اتنين برتقان اي اتنين وخلاص. ايه الروقان ده يا فتحي؟ وماله الروقان يا شمس؟ وحش يعني؟ قلت ايه؟ هروح لعمتي الاول وبعدين نتكلم. اقعد لك على القهوه، اشرب حاجه، كل حاجه لغايه ما ارجع لك. سلام يا فتحي. سلام يا شمس. سلام. اقعد على القهوه كتير. طيب ست كريتال فين؟ ست كريتال طلعت. طب اعملي لي قهوه. ادخل. اخصى عليك يا حسن، استنيتك عشان تيجي ولا تتكلم ولا تسال بس ما حصلش. معقوله بجد؟ معقوله تقدر تبعد عن لبنى كل الوقت ده؟ واضح ان انا ظني مش في محله خالص. تفضلي. تفضلي؟ هو انت خليت فيها تفضلي ولا اي حاجه من الكلام ده؟ اللي يشوفك وانت جاي عشان تتجوز لبنى يقول ان انت لا يمكن تقدر تبعد عنها. موضوع لبنى اللي جابك لحد هنا اياك، هو في اهم من كده؟ اللي تشوفيه. معلش انا عارفه انها غلطت، بس اقدر موقفها برضو. ده ابوها مات مقتول، ومين اللي متهم في قتله؟ كريمه. هي غيرك يا حسن، هي ما تقدرش تستحمل اللي انت استحملته يا حبيبي. عادل، اللي جابك لحد هنا عادل، مالها تلف وتدوري؟ عايزه تعرف انا في ايه في دماغي. لو كنت دخلت في الموضوع اللي انت جاي عشانه على طول كنت اختصرت لك الليله. بس انا جاي هنا عشان خاطر لبنى بس. عايزه رايي؟
المكان هنا مش مكانك، تضيع وقت. تشرب ايه؟ ولا حاجة. روح انت كمل كلامك. ملعب هنا مش بتاعي يا كريم، ملعب هنا مقفول علينا وبس. هو في حد يقدر يلعب في الملعب لوحده؟ ايوه، لما يكون الملعب بتاعه. بس ده برضه غلط. وماله؟ مفيش اي مشكلة، ادينا بنتعلم. طيب يا حسن، انا عارفة ان الملعب بتاعك ولوحدك، ايه المطلوب مني يعني؟ اعمل ايه عشان ادخل معاك الملعب ده ونلعب سوا ونجيب جول كمان؟ حاجة بسيطة قوي. اللي هي؟ تسمع الكلام وتقولي حاضر ونعم. ما خدتيش واجب ضيافة. سامحيني يا فريدة، سامحيني. قلت أكيد هتبقى جعان. زين جبت الأكل، قلت خلينا ناكل مع بعض سوا بعيد عن البيت. مروان عينك مالها؟ لا 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 لا، ما فيش حاجة. تعالي زينة بقعد. اقعد اقعد. ليش؟ أنا مش عارف إيه اللي دخل فيهم. عارفة؟ نفقت فيهم خفت طوالي. هو ده ينفع؟ ايوه جربي، هتخسري حاجه؟ ايه ده، هو انت بتصدق في الكلام ده؟ ايوه بس يا قلبي، هي دي الطريقه اللي هتخف بيهم. طب خلاص، يبقى اغسل وشك وعينك هتبقى كويس. يا بوي بنتي صعبه قوي قوي يا زينب. وانت برضو مش سهل، وانا عارفه متاكده لو دورت وراك هلاقي بلاوي قد كده مستخبيه. ده انا غلبان واغلب من الغلب ذات نفسه. جربي يا زينب، جربي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا بن ايه ده؟ باميه. ده ايه الحلاوه دي؟ بسم الله، يا سلام، وفراخ كمان.